مرحبا أصدقاء المتابعين، مثل ما وعدتكم سابقا راح أنقل لكم أجواء الحياة الموجودة في بريطانيا بالأخص في مدينة سوانزي. واليوم أحمد ابني تمرض شفاه الله، فاضطررنا أن نجيبه إلى الجي بي دكتور اللي هو طبعا عندهم هنا ناشونال هيلث سيرفيس اللي هو NHS كرعاية صحية الموجودة في بريطانيا. طبعا نظام الصحة في بريطانيا مختلف نوعا ما عن موجود معنا في الخليج بالأخص على السلطنة، لكن يتشابه في النظام الصحي بحيث أن المراكز الصحية منتشرة في جميع أحياء المدينة. لكن عشان يستفيد الطالب أو المقيم من الخدمات الطبية يجب أن يسجل في أقرب مركز صحي للسكن، وعادة يطلبوا الجواز وصورة من عقد الإيجار أو أي فاتورة خدمات يوجد فيها اسم المستفيد عشان يتم إكمال عملية التسجيل. وأيضا توجد مراكز صحية تابعة للجامعات يحتاج الطالب لبطاقة الجامعية لإتمام عملية التسجيل. لكن في نقطة مهمة جدا، عند الرغبة لرؤية الطبيب لا سمح الله ينصح بأخذ موعد مسبقا، لأن عادة الموعد يأخذ أيام وبعض الأحيان أسابيع، إلا عندهم نظام طبعا تروح لهم early morning اللي بدري من الساعة 8:30 إلى الساعة 10، لكن بعد الساعة 10 هي فقط لرؤية المواعيد. هذا أحمد. أحمد كيف ما نادوك؟ ليش ما نادوك؟ زين، أريد أسألك سؤال أحمد، وين أحسن العناية الصحية؟ في عمان ولا في بريطانيا؟ في عمان بسرعة يعالجون، ما يجلسوا بعد الحرس. صحيح، أحمد يقول يعالجونه في عمان بسرعة ما يجلسون ينتظر. بالفعل الحمد لله رب العالمين إنهم يعالجونه بسرعة بفضل حكومتنا الرشيدة والخدمات الصحية اللي موجودة متسرقة على جميع أرجاء السلطنة. وحقيقة يعني ربما تعرف قيمة العناية والخدمات الموجودة في بلادك لما تخرج عنها تزور بلدان أخرى وتعيش فيها. هذه صور قديمة في مركز صحي، طبعا تعتمد كان على الصناعات، خاصة صناعات الفحم سوانزي. هذه بعض الصور القديمة، الصور من 1923 إلى 1978. بس هذا طبعا بعد ما نادوا أحمد. يس، وطلعنا من عند الدكتورة. طبعا الدكتورة كانت كثير حنونة بي أبي أحمد، سويت له فحوصات شافت فيه حمى، فعطيت الآن مضاد حيوي لحين ناخذه من الفيرماسي مال جي بي دكتور. ثانك يو. الآن متوجهين إلى الصيدلة أو الصيدلية. طبعا هذه الشيت اللي عطوه أحمد، أموكسيلين، شوغر فري، ومشروب على الكحة. وأحمد رايح يركض إلى الفيرمسي. راح مع أحمد الآن. طبعا الو يس، الحمد لله اخيرا انتهينا واخذنا الأدوية. الحلو عندهم في الصيدلية ان منظمين نوعا ما،
تجي تعطيهم وصفة الطبيب وترتاح ويجيبوا لك إياها طبعا بهذا الشكل كأنها هدية، هدية الشفاء بإذن الله تعالى. والآن متجهين إلى السيارة. كيف أحمد الحين أحسن؟ ها؟ الحمد لله، الله يعطيك ويلبسك لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. شفاك الله وعافاك يا ابني أحمد وألبسك لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. على كل، أحب أستغل الفرصة وأوضع بعض الإرشادات المهمة للمغترب في بريطانيا سواء طالب أو زائر، بما أن الجو طبعا مختلف عن جو الخليج، جو بارد غالبا على مدار العام. فأنصح أولا باللبس الجيد الذي يحميك ويقيك من البرد والمطر والهواء، لأن الهواء عادة يكون بارد جدا راح يأثر فيك كثير. تبتعد أيضا عن بعض العادات السيئة مثل السهر، حاول أنك تنام مبكر. أيضا لا تجعل القلق المستمر سواء من الدراسة أو من الامتحانات يسيطر عليك، لأن هذا رايح طبعا ينجم عنه لا قدر الله مثل مرض الضغط أو السكري أو أمراض عصبية أخرى. وأيضا أهم حاجة هي الاهتمام بالوجبات الغذائية، بحيث أن وجبة الإفطار ووجبة الغداء سواء أو وجبة العشاء تكون غذاء متكامل وسليم، بحيث أن تحتوي وجبة الإفطار مثلا على بروتينات وعناصر غنية أخرى مثل البيض، الحليب، العسل، الجبن، العصائر الطبيعية. خاصة ما شاء الله هنا كل شيء متوفر، كل الأشياء تقريبا طازجة سواء من بريطانيا أو من أوروبا. كذلك وجبة الغداء بعض الأحيان لا يسعنا الوقت خاصة لما نكون في الدراسة، لكن ممكن ندمجها مع وجبة العشاء، فلذلك مهمة جدا. وخاصة الاهتمام بالفواكه الطبيعية، من أجل صحة جيدة يجب تناول الفواكه الطبيعية وأيضا ممارسة الرياضة بشكل يومي والابتعاد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية. وأيضا نظام التدفئة يجب أن يكون جيد في البيت لكي نحافظ على صحتنا ويحافظ ويقينا أيضا من البرد الشديد في بريطانيا. أتمنى لكم إقامة طيبة في بريطانيا وللزائرين أيضا إقامة طيبة، والله يبعد عنا جميع الأمراض بإذن الله تعالى.